بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. البدايات هي اللي بتبين اذا كانت الحياة هتمشي سلسة ولا هتبقى فيها عراقيل. دايما نقول شكلها كده باين من اولها، والبداية غالبا احنا اللي بنخط فيها بايدينا اول حروفها. احنا اللي بنبقى عارفين وناويين ومرتبين هنكتب ايه وهنقول ايه وهنمشي فين. احنا اللي بنختار وبنقرر وبنشتري وبنخرج وبنرفع سماعة التليفون على اللي احنا عاوزينه. احنا اللي مسؤولين عن اسعاد اللي حوالينا او اطفاء مزيد من الغم والنكد عليهم. احنا اللي بنساعد وبنقدم ايدينا او مجهودنا او فلوسنا للي محتاجه، واحنا اللي بنبخل وبنكسل وبنطنش. بايدينا ممكن نفتح الباب وندخل اللي احنا عاوزينه، وبنفس الايدين بنقفل بيبان كتير قوي في وش اللي بيخبط عليها. في ايديكي ترفعي سماعة التليفون حالا على جوزك وتحلي المشكلة الهايفة بكلمة واحدة حلوة. في ايديك شوية فلوس مش عاملين لك حاجة وهما متكرمشين فيها او متطبقين في جيبك، في حين انك لو صرفتهم على اللي بتحبهم واللي مسؤولين منك ربنا بالتأكيد هيبعت لك اكتر منهم وهيديك ثواب ادخال السرور على اهلك وناسك. في ايديك تخلص الغم اللي انت عايش فيه وتخرج من قلبك شوية السواد اللي مغيمين على عيشتك ومسودينها. ارفع سماعة التليفون وكلم اللي انت مزعلهم وواكل حقهم وظالمهم، وحدد ميعاد معاهم عشان ترجع لهم حقهم اللي انت واكله. عمرك ما هتتهنى بحياتك طول ما انت اللي ظالم. اتفضلي روحي بوسي ايد مامتك، اتفضل حضرتك روح استسمح والدتك قبل ما يجي اليوم اللي هتقول فيه يقينا يا خسارة ماتت وهي غضبانة عليا، اعمل ايه عشان اكفر عن اللي عملته معاها؟ وليه تكفر عن سيئات في ايدك حالا تحولها لحسنات وانهار من الخير هتنزل ترف عليك وعلى اولادك. في ايدينا نبدا سنه جديده واحنا راضيين عن نفسنا فيها. في ايدينا ندعي بقلب اللهم احسن خواتمنا لاننا عملنا اللي علينا وبداناها بالحسن. اللي في ايديك دلوقتي تعمله ممكن ما تملكوش بكره عشان تعمله. اضمن بدايتك على الاقل عشان البدايه اللي فيها خير يقينا هتوصل لنهاية كلها خير. كل سنة وكل حضراتكم طيبين. هنبدأ أول يوم في السنة الجديدة بحديث قدسي فيه رسالة طمأنة من المولى عز وجل مع فضيلة الشيخ أحمد تركي، لحضراتكم تقدروا تتصلوا وتسألوه أي سؤال بس بعد فاصل قصير.